السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو انت عايز تشتغل في اوجمانتد رياليتي وفيرجوال رياليتي في الريفت، ففي اداة سهلة ولذيذة، مجرد ان انت تسطبها وتدوس عليها تبدأ تشوف الحاجة الاوجمانتد رياليتي والفيرجوال رياليتي اللي انت موصل. كل اللي عليك انت بس تكونفرتو AR او VR، هو يبدأ يظهر لك الحاجات على النظارة بتاعتك. ممكن تدخل في انفو وتعدل الخصائص اللي انت عايز تصدقها. تختار المشهد 3D وبعد كده تصدر الشغل بتاعك، ومن خلال بقى اي تطبيق من تطبيقات الاوجمانتد رياليتي والفيرجوال رياليتي تقدر تشتغل عليهم عادي بدون مشاكل.